اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات الصف الثالث الثانوي الشعبه الادبيه. حلقه جديده من حلقات علم النفس. النهارده باذن الله هناخد مع بعض الموضوع الثالث في علم النفس اللي احنا بنتكلم فيه عن عمليه التوافق النفسي والاجتماعي. اول حاجه لازم نكون عارفينها كويس جدا، وهي ان مصطلح التوافق متاخد من علم البيولوجي ولكن بمسماه اللي هو التكيف. يبقى أصل الكلمة أصل بيولوجي تعني التكيف. ببساطة كده تعني إيه؟ الجمل بيعيش في بيئة صحراوية شديدة الحرارة نادرة المية، ولكنه بيقدر إن هو يتكيف مع البيئة الصحراوية شديدة الحرارة وما بيموتش. بينما الدب بيعيش في بيئة باردة شديدة البرودة مغطيها التلج، ولكن هو كمان ما بيموتش بيقدر يعيش. ما بالك بقى لو احنا بدلنا، جبنا الدب وديناه الصحراء وجبنا الجمل وديناه القطب الشمالي، اتوقع ايه اللي هيحصل؟ تمام، هيموت، لان كل واحد منهم معرفش يعمل ملائمة مع الظروف الطبيعية اللي في البيئة. من هنا ظهرت كلمة التكيف، درجة الملائمة بين الفرد والظروف الطبيعية التي يعيش فيها حتى يستطيع البقاء. يبقى الفرد مننا بيواجه مجموعة من الظروف الطبيعية زي درجات الحرارة، زي الجوع، زي العطش، كل دي ظروف طبيعية بيواجهها. علشان إن هو يقدر يعيش لازم يتغلب على هذه الظروف، لازم يعمل ملائمة بينه وما بين هذه الظروف. فلما يعمل الملائمة كده نجح في عملية التكيف. ده أصل كلمة التوافق كعلم بيولوجي. طيب، وجد بقى علماء النفس إن أنت بتمر بظروف تانية غير الظروف الطبيعية، وهي الظروف النفسية والظروف الاجتماعية. يبقى أنا دلوقتي بواجه كام نوع من الظروف؟ ثلاثة: ظروف طبيعية وظروف نفسية وظروف اجتماعية. الظروف الطبيعية عملت لها عملية ملائمة، فقدرت إن أنا أتغلب عليها، وقدرت إن أنا أتوافق، وقدرت إن أنا أعيش معاها. طيب، ما بالك بقى بالظروف النفسية والظروف الاجتماعية؟ صعوبتها إن دي ظروف متغيرة باستمرار، يعني ظروف بتتغير كل شوية. فاللي ينفع إن أنت تعمله مع ظرف ما ينفعش تعمله مع ظرف آخر. إذا أنت بتواجه على المستوى الشخصي ظروف، وتواجه على المستوى الجماعي ظروف أخرى. يا ترى بقى أنت عاوز تعمل ملائمة معاهم إزاي؟ قال لنا علماء النفس إن مفهوم التوافق بيشمل معنيين. المعنى الأولاني إن أنت تعدل من سلوكك كفرد، والمعنى الثاني إن أنت تعدل من البيئة المحيطة بالفرد. يبقى التوافق بيشمل معنيين: المعنى الأول إن أنا أعدل من سلوكي، المعنى التاني إن أنا أعدل من البيئة. يبقى أنت بتواجه نوعين من الظروف، ظروف متغيرة، ظروف نفسية وظروف اجتماعية. تتوافق معاها إزاي؟ تتلائم معاها إزاي؟ تتكيف معاها إزاي؟ إدينا لك اختيارين: الاختيار الأولاني يتعدل من سلوكك أنت، الاختيار التاني يتعدل من البيئة المحيطة من حواليك. طب خد بالك، لو عدلت من سلوكك انت اعرف ان هو يتواءم مع بيئتك، ولو عدلت من البيئة بتاعتك هيرضي اهدافك ودوافعك وحاجاتك. يبقى انا لو اشتغلت على نفسي، لو عدلت من سلوكي انا، اذا انا كده هتواءم مع البيئة اللي انا عايش فيها. طب اعدل ازاي من سلوكي؟ ان انا اعمل عملية تعلم. الحاجة اللي انا ما بعرفهاش اتعلمها، فلما اتعلمها يبقى انا كده عدلت من سلوكي. طيب، والحاجه اللي في البيئه اذا انت عدلتها هترضي اهدافك ودوافعك. يعني انت في هدف عاوز تشبعه، البيئه مش سامعه لك ان انت تشبعه، دور على بيئه تانية تغير لك المكان علشان تشبع لك الهدف والدافع اللي انت عاوزه. يبقى انا لو اشتغلت على اتجاه اشتغلت على الاتجاه الثاني في نفس الوقت. نشوفها كده مع بعض بالأمثلة. احنا قلنا رقم واحد هتشتغل على ايه؟ سلوك الفرد. طالب بيذاكر بطريقة معينة، الطريقة دي مش نافعة
معاه ما بينجحش، بيجيب درجات وحشة، يقوم يعمل إيه؟ يعدل من طريقة المذاكرة بتاعته. يبقى هو كده لو عدل من طريقة المذاكرة بتاعته كده حقق من إيه؟ هدفه. أو واحد بيشتغل مهنة معينة، المهنة دي مش مكفياه اقتصاديا إن هو يلبي كل احتياجاته، يبقى إيه الطبيعي إن هو يعمله؟ ها؟ ممتاز، إن هو يتعلم مهنة تانية، يتعلم مهارات أعلى، ياخد دورات، ياخد كورسات علشان خاطر إن هو يظبط من أدائه علشان يقدر إن هو يوفر من اقتصاديات. طيب لو اشتغلنا على المحور التاني اللي هو محور البيئة، عندك مجموعة من الأصدقاء لما بتخرج معاهم بيتنمروا عليك، ها؟ كل ما أخرج معاهم يضايقوني يتنمروا عليا، إيه الطبيعي إن أنا أعمله؟ إن أنا أبعد عنهم، أدور على مجموعة أخرى من الأصدقاء أقدر إن أنا أخرج معاهم أكون مبسوط. نفس الكلام الولاد بعد ما بيخلصوا دراستهم في الجامعة بيلتحقوا بالجيش. الجيش بيئة ليها نظام، ليها قواعد. لما حضرتك بقى هتشتغل فيها، هتقدم الخدمة العسكرية فيها، أنا كده عدلت من البيئة، تقوم البيئة هنا تعدل من أهدافك وضعفك. يعني أنت كنت متعود تنام لحد الظهر، هناك يا حبيبي ما فيش الكلام ده، تصحى من 5 الصبح، يبقى البيئة هنا لما تعدلت عدلت من إيه؟ سلوكيات. يعني أنا كده بشتغل على محورين في وقت واحد، يتعدل من سلوكك يوم يرضي بيئتك، يتعدل من بيئتك يوم يرضي ايه؟ سلوكك ده. اذا هما اتجاهين مع بعض وليس اتجاه واحد، والاتجاهين بيكملوا بعض مش ضد بعض او عكس بعض. لذلك وفقا للمعنيين دول احنا ممكن نقول ان التوافق بينقسم الى نوعين، اما توافق نفسي واما توافق اجتماعي. اذا كنت هتعمل موائمة بينك وبين نفسك، بينك وبين ذاتك، يبقى احنا كده بنتكلم على التوافق النفسي. اما اذا كنت هتعمل موائمة بينك وما بين غيرك من الناس، يبقى انا كده بعمل توافق اجتماعي. يعني ان انا اكون بشتغل مهنة راضي عنها ومتقبلها ومستمتع بيها، وما فيش ناحيتي لها اي توترات او صراعات او مشاعر سلبية للذات، انا كده حققت الموائمة بيني وما بين ذاتي. أما إذا كنت بتتكلم بقى على مجال الأسرة، مجال المدرسة، مجال المهنة، مجال الأصدقاء، مجال الجيران، يبقى أنت بتتكلم على التوافق الاجتماعي. يبقى ينقسم التوافق إلى توافق نفسي وتوافق اجتماعي. إذا كنت أنت راضي عن نفسك، متقبل لنفسك، متحرر من أي توترات سلبية مقترنة بمشاعر سلبية نحو الذات، يعني أنت مش شايف نفسك أقل من الناس، انت ما بتدخلش نفسك في مقارنة مع الآخرين، انت مبسوط من المهنة اللي انت بتشتغلها، يبقى انت كده قدرت تحقق توافق اي موائمة بين الفرد وذاته. طيب والأسرة اللي انا بعيش فيها، بابا وماما واخواتي، او المدرسة اللي انا بتعلم فيها، او الجيران او الاصدقاء، بنسميها موائمة اجتماعية. يبقى في عندنا كم موائمة؟ اتنين، موائمة ذاتية وموائمة اجتماعية. هنا علماء النفس استخدموا لفظ الموائمة لأنه أقوى من كلمة إيه؟ الملائمة. لو كانت ظروف طبيعية أقول لك هتعمل لها عملية ملائمة، إنك تتلائم معاها، تتأقلم معاها. يعني أنت لما بتشعر بإن الجو حر بتخفف من هدومك وبتلبس الألوان الفاتحة، ولما بتشعر بإن الجو برد بتتقل هدومك وبتلبس الالوان الغامقه، يبقى انت كده عملت ملائمه مع درجه الحراره. انما بقى انك مع نفسك، يبقى انا محتاج كلمه اقوى لكلمه ايه؟ الموائمه. مين بيساعدك على انك تعمل موائمه بينك وبين ذاتك؟ اشباعك للدوافع الفرديه. كل ما الشخص مننا يشبع دافع فردي بالنسبه له، كل ما يخليه راضي عن نفسه ومتقبل لنفسه. يعني ان انا اخش امتحان وانجح، ده دافع فردي. ان انا اعتمد على نفسي في صنع شيء، ده دافع فردي. ان انا واجهتني مشكله وحلتها بمجهودي مش بمساعده الاخرين، ده دافع فردي. ان انا اشتغل واجيب فلوسي وعندي عربيه وعندي شقه واتجوز واخلف وعندي ابناء، ده دافع فردي. اذا ده يساعدك على انك تتقبل ذاتك وتتقبل الاخرين.
بينما الدوافع الاجتماعية هي اللي هتساعدك على إشباع التوافق الاجتماعي، إن يكون عندك أسرة تنتمي إليه تتفاعل معاه، يكون عندك أصدقاء تنتمي إليه بتلعب معاهم كورة، تخرج معاهم، تتفرج معاهم على فيلم، كل ده دوافع اجتماعية تساعدك على التوافق إيه؟ الاجتماعي. يبقى إحنا عندنا التوافق نوعين، واللي بيساعدني على تحقيقهم وهو الدوافع الفردية والدوافع الاجتماعية. كده معنى وأنواع التوافق. ألخص تاني كلامي، أنا بواجه في حياتي 3 أنواع من الظروف: ظروف طبيعية مادية، ظروف نفسية، ظروف اجتماعية. إذا كنا بنتكلم على الظروف المادية الطبيعية يبقى اعمل لها ملائمة، يبقى ده التوافق البيولوجي. وإذا كنا بنتكلم عنها ظروف نفسية يبقى اعمل لها موائمة بينك وبين نفسك. ظروف اجتماعية بعمل لها موائمة بينك وبين غيرك من الناس. طيب ازاي اعمل الموائمة دي كلها او الملائمة؟ قدامك طريق من 2، يتعدل من سلوكك يتعدل من بيئتك. طب انا لو عدلت من سلوكي هيمشي مع بيئتي، ولو عدلت من بيئتي هترضي اهدافي، يبقى انت جاي اشتغلت في اتجاهين مع بعض بيكملوا بعض. لذلك انواع التوافق 2: توافق نفسي وتوافق اجتماعي. الإنسان اللي راضي عن نفسه، متقبل لنفسه، ما بيشوفش نفسه بصورة سلبية، ده موائمة ذاتية. والإنسان اللي راضي عن الآخرين والآخرين راضيين عنه بيشوف نفسه موائمة اجتماعية. ولكن ما أعتقدش إن الطريق سهل أوي للدرجة دي، إن أنا أقدر إن أنا أحقق توافق النفس الاجتماعي. يعني الطالب مثلا يوم النتيجة لما يجيب النجاح بتاعه والتفوق، إذن ده أول موائمة سواء ذاتية أو اجتماعية. طب افرض ما جابش الدرجة بقى اللي هو عاوزها، ما يبقاش توافق. الرياضي لما بيخش بطولة علشان يحصل على ميدالية من الـ3 وربنا كرمه وجاب الميدالية، إذا هو توافق نفسي. طب وافرض فشل بقى إن هو يحصل على ميدالية من الـ3، ما يبقاش عمل توافق. نفس الكلام مجموعة الأصدقاء، مجموعة المدرسة، مجموعة المهنة، كل ده أصحابك خرجت معاهم رجعت مبسوط، ومرة تانية ما رجعتش مبسوط، يبقى في توافق أو عدم توافق. المدرسة اللي أنت تتعلم فيها، المهنة اللي أنت بتشتغلها، إذا إما إنك تحقق التوافق وإما إنك تفشل في تحقيق التوافق. إذا إحنا بيقابلنا مجموعة من الموانع، مجموعة من العقبات تمنعنا من التوافق، أبرزهم إحباط فريستريشن، كونفليكت صراع، انزايتي قلق. الـ3 دول هي نتائج، هي عقبات، هي موانع للإنسان اللي بيفشل في عملية إيه؟ التوافق. ولو رتبنا كده كلامنا وخدناها قاعدة، أي إنسان يعاني من الإحباط ياخد عليهم القلق، وأي إنسان عايش في صراع على طول يعاني من القلق. زي ما كأنك عاوز تقول إن القلق ده هدية على الصراع وهدية على الإحباط. طب ناخدهم كده بالترتيب واحدة واحدة، إيه الإحباط وإيه الصراع وإيه القلق؟ يلا ركز مع بعض. نبدأ بأول خبرة نفسية مؤلمة وهي الإحباط. إن أنت عاوز تحقق هدف ولكن للأسف ظهرت لك عقبة منعتك من تحقيق الهدف، يا ترى حضرتك بقى في الحالة دي هتشعر بإيه؟ بالفرح والسعادة ولا بالضيق والاكتئاب؟ أو شعورك بالضيق والاكتئاب في الموقف ده عند علماء النفس خبرة نفسية مؤلمة تسمى الإحباط. يبقى ياما حددنا لنفسنا أهداف نفسنا كنا نحققها ولكن فشلنا في تحقيقها، يبقى شعورنا بالفشل ده إنما يسمى بالإحباط. يبقى هو الشعور الذي ينتاب الفرد عندما يوجد ما يحول بينه وبين تحقيق الأهداف مرغوب، زي الولد والبنت اللي نفسهم يتخب ولكن محدش يتقدم له، أو هو ما لقاش البنت اللي يتقدم لها. هنا الآن هو نفسه إن هو يخطب أو هي نفسها إنها تتخطب، لكن في عقبات منعت من كده، يبقى الشعور اللي مسيطر على الفرد الآن يسمى بالإحباط.
يبقى عاوز ألعب كورة مع زمايلي، بابا ما وافقش، يبقى بابا سبب لي إحباط لأن أنا كده ما قدرتش أحقق الهدف اللي أنا عاوزه. أو يسمى أيضا بالحالة الإنفعالية والدافعية التي يشعر بها الفرد عندما يواجه ما يحول بينه وبين إشباع دوافعه. هتقول لي يا مستر ما هو ده التعريف نفس التعريف اللي فات، أنت اللي فات قلت شعور ينتابه الفرد عندما يوجد ما يحول بينه وبين تحقيقه لأهداف مرغوبة، وجيت هنا تقول لي حالة إنفعالية دافعية بشعر بيها لما بواجه ما يحول بيني وبين إشباع دوافعي. إيه الفرق بين التعريفين؟ الفرق ببساطة إن التاني عقبة خارجية لكن ده عقبة داخلية. طالما أهداف مرغوبة يبقى عقبة خارجية، إشباع دوافع من ناحيتك يبقى دي عقبة داخلية. إذا وكأني بقول لك سواء كانت داخلية أو خارجية فهي خبرة تسمى بالإحباط. طيب إيه هي المسببات اللي ممكن تؤدي إلى عملية الإحباط؟ ليه الإنسان ممكن يحبط؟ أرجع علماء النفس الإحباط إلى نوعين من العوامل، إما عوامل خاصة بالفرد وإما عوامل خاصة بالبيئة. يعني يا إما أنت سبب الإحباط يا إما البيئة اللي أنت بتعيش فيها هي اللي سببت لك الإحباط. نبدأ بالرقم واحد، العوامل اللي خاصة بالفرد، هل أنا ممكن أعمل إحباط لنفسي؟ آه. إزاي؟ رقم واحد، إذا كان عندك نقص أو قصور في بعض الجوانب، يعني على سبيل المثال شخص يعاني من عاهة أو من أمراض مزمنة، هل العاهة دي أو المرض المزمن ممكن يكون عقبة تحول بينك وبين تحقيق أهداف مرغوبة في حياتك؟ آه، عاوز أشتغل ولكن الشغل مش نافع مع الإعاقة بتاعتي، يبقى الإعاقة هنا سببت لي إحباط. أو إن أنت عندك نقص في قدرات معينة، يعني أنت مثلا تشعر بالتعطل الوظيفي، إن أنت مش لاقي شغلانة، بتحاول تشتغل بس مش لاقي شغلانة بالمؤهل بتاعك، يبقى المؤهل بتاعك ده بقى هو اللي مش مطلوب، عشان كده جاب لك شعور بالإحباط. أو عندك عيوب نفسية، عندك نقص في شعور بالعجز، شعور بالخجل، شعور بالعصبية، فالعيب اللي فيك النفسي ده هو اللي سبب لك الإحباط. أو إن أنت بتختار أهداف أبعد من إمكانياتك، المفروض إن الشخصية الطبيعية هي اللي تختار أهداف تتناسب مع إمكانياتها، فأنت بتختار أهداف مش متناسبة مع إمكانياتك، أعلى من إمكانياتك، فطبيعي إن أنت بتفشل في تحقيق هذه الأهداف، فلما بتفشل يبقى أنت كده عملت إيه؟ ها، أصبت بالإحباط. يبقى مش كل واحد عاوز يبقى لعيب كرة مشهور هينجح، لازم يبقى عندك إمكانيات تساعدك إنك تكون لاعب كرة مشهور، ومش كل واحد يقدر يعزف على آلة موسيقية ويبقى موسيقار، ومش كل طالب هيتفوق ويطلع من الأوائل، لازم يكون عندك الإمكانيات اللي تساعدك على كده. يبقى دي عوامل خاصة بالفرد. طب لو شفنا العوامل اللي خاصة بالبيئة، رقم واحد ده الضوضاء. تخيل كده إن أنت بتذاكر وزمايلك عمالين يرنوا عليك بالموبايل وأنت ليك رغبة إن أنت تذاكر، أو لو أنت قاعد في الحصة وزمايلك اللي قاعدين وراك عمالين يتكلموا بصوت عالي، ده كده هيساعدك على إنك تركز مع شرح المدرس؟ لا. يبقى الضوضاء هنا بتمنعنا من التركيز، يبقى تسبب لنا الإحباط. كذلك أيضا المعاناة الاقتصادية، إن إحنا في أهداف كتير جدا عاوزين نحققها بس تحقيقها متوقف على العامل المادي، قلة الفلوس هنا هي اللي ممكن تسبب للفرد إيه؟ إحباط. وكذلك القيود والضوابط الاجتماعية اللي بتضعها البيئة الاجتماعية، يعني أحدكم كده إن شاء الله ربنا يكرمه وينجح ويجيب المجموع اللي بيتمناه عشان يخش الكلية اللي بيتمناها، فشاء القدر إن الكلية دي جت في محافظة في مدينة بعيدة عنه ومجموعه جايبة ونفسه يخشها، ولكن والده قال له لا ما عنديش سفر بره، يا تخش الكلية اللي في بلدك يا إما ما تخشش. يبقى إذن بابا حاطين هنا كده قيود وعقبات
وعادات وتقاليد اجتماعية تمنعنا من ان احنا نحقق الهدف اللي احنا عاوزينه. وايضا وفاة احد الوالدين او كليهما، لما تبقى بعد الشر تفقد والدك او والدتك، ودول اقرب الناس اليك، دول مصدر الحب والامان والانتماء والمساندة. فاحنا بنيجي علينا مواقف بيكون محتاجين شعور الحب والامان والانتماء ده، فما بنلاقيهوش، اذا دي عوامل مسببه لاحباط، ظروف خارجيه خارجه عن ارادتك. يبقى المهم ان يا اما حضرتك جبت الاحباط لنفسك، يا اما البيئه اللي حواليك هي اللي سببت لك الاحباط. يبقى اما يرجع لعوامل فرديه، واما يرجع لعوامل بيئيه. بينما الخبرة التانية معانا وهي خبرة الصراع. في الإحباط قلنا فشل وضيق، لأن في عقبة منعتني من إني أنا أحقق الهدف اللي أنا عاوزه. طب أما الصراع بقى، إن أنا أفشل في اختيار الهدف أصلا. يعني أنا اخترت الهدف بس في حاجة منعتني من تحقيقه، يبقى ده اسمه كلمة إيه؟ إحباط. طب ما بالك بقى حضرتك ان انا مش عارف اختار الهدف نفسه، يبقى ده اسمه صراع. يبقى الصراع عبارة عن حالة انفعالية دافعية غير سارة، قوامها الشعور بالحيرة والتردد والضيق والقلق. يبقى حالة انفعالية دافعية غير سارة، يعني مؤلمة زي هذا الإحباط، بس المرة دي بقى ما فيش ضيق واكتئاب وفشل، لأن المرة دي في حيرة وتردد وضيق وقلق. يعني أنا نازل أشتري موبايل، أنا عاوز أرغب فيه، فلما رحت لقيت إن سعر الموبايل زاد عن الفلوس اللي معايا في جيبي، فروحت البيت وأنا متضايق لأن أنا ما اشتريتش الموبايل اللي أنا عاوزه. إذا ده اسمه إحباط، لأن الفلوس ما كفتش. بينما بقى لما الراجل اللي في المحل يقدم لك تليفونين نفس الامكانيات ونفس السعر، فانت واقف محتار اخد ده ولا ده، مره تمسك ده شويه ثم تسيبه وتمسك التاني ثم ترجع تاني تمسك الاولاني. اذا انت كده واقع في موقف فيه حيره وفيه تردد، فمش عارف ان انت تختار انهي واحد. يبقى ده مش احباط، ده ايه؟ صراع. هنا في الموقف ده حضرتك بتصاب لم تتنازع عليك اتجاهات مختلفة، قوتها تأثيرها عليك متساوي. يعني لو في تليفون من الاثنين كان أرخص ما كنتش هقف في موقف الحيرة والصراع، لو في تليفون إمكانيات أعلى ما كنتش هقف في موقف الحيرة والصراع. المشكلة إن الاتنين قوتهم عليا زي بعض، تأثيرهم عليا زي بعض، فكانت النتيجة إن أنا عجزت عن الوصول إلى حل محدد. يعني أنا ما قدرتش إن أنا أوصل إلى حل واحد أخليني أقرر إن أنا أختار أسيب ده أو أخد ده. يبقى ده اسمه حيرة وتردد، يبقى ده اسمه إيه؟ صراع. يبقى الفرق ما بين الإحباط والصراع، في الإحباط ما عرفتش احقق هدفي، طب في الصراع ما عرفتش اختار الهدف اصلا. لذلك اشهر انواع الصراعات النفسيه اللي بيواجهها الفرد ثلاثه: صراع الاقدام الاقدام، صراع الاحجام الاحجام، صراع الاقدام الاحجام. يبقى الفرد مننا بيواجه في حياته ثلاث انواع من الصراعات. نبدا بالصراع الاولاني وهو الاقدام الاقدام. ده الإنسان بيواجهه في حياته لما يكون قدامه هدفين حلوين كلاهما جذاب، ومطلوب منه يختار واحد ويسيب التاني. تخيل كده إن أنا بعرض عليك حاجتين حلوين وإنت نفسك في الاتنين، بس أنا بقول لك لا، هتختار واحدة وتسيب التانية. يبقى أنا كده هنا عملت عملية إيه؟ حيرة وتردد ليك، فيسمى بالإقدام الإقدام. زي لما ربنا يكرمك وتخلص كده وتتخرج وتقدم كمحاسب في البنك الأهلي أو محاسب في بنك مصر، وقاموا الاتنين ردوا عليك يشرفنا إن أنت تشتغل عندنا، كده بقى حضرتك لما تيجي مش هينفع تشتغل الشغلانتين، فلازم تختار واحدة وتسيب التانية. الاتنين أنا بالنسبة لك مميزين، الاتنين نفس التخصص، الاتنين نفس المرتب، نفس الشغل، نفس كل حاجة،
بس انت لازم تختار واحده وتسيب الثانيه. فده صراع لذيذ كده يسمى بالاقدام، الاقدام، وده سهل جدا ان انت تحسمه لان الاثنين بالنسبه لك حلوين. فانت لو اخترت البنك الاهلي مش هتندم ان انت سبت بنك مصر او العكس. فالفرد ما بيترددش بقى كتيرا في حسم هذا الصراع، وفي الغالب بيختار اللي هو اقرب اليه. يعني هختار اللي ها يرد عليا الاول، هختار اللي يبعت لي الجواب الاول، فانا مش هتردد في حسم الصراع. وبيقول لنا العلماء ان انت ممكن تتردد لو في خبرة سلبية سابقة. يعني لو انت مثلا سمعت من حد من زمايلك شغال في واحد من الاثنين ان ده هيبقى على سبيل التدريب والتجربة مش الشغل والتثبيت، هنا بقى بيخلي عندك خبرة سلبية بتخليك تدعو إلى التردد، خايف أقبل ده يطلع هو اللي تدريب والتاني هو اللي شغل مش تدريب بقى، خايف أقبل واحد يعملوا لي اختبار أسقط فيه أبقى سبت التاني اللي مش هيعمل اختبار. يبقى أنا كده في خبرة سلبية أنت سمعتها، فدي اللي خلتك إيه تتردد. طب لو ما فيش الخبرة السلبية دي هحسم هذا الصراع بسهولة. الصراع التاني اللي بنواجهه في حياتنا هو صراع الإحجام. الإحجام برضه هدفين، بس المرة دي أنا مش عاوز الاتنين، أنا مش عاوز ده ولا عاوز ده، فأنا متردد في إن أنا أحسم هذا الصراع. فأنا بتطول مدة حسم هذا الصراع، بتطول مدة حسم هذا الصراع، وبيبقى أصعب فيه من حسم من الصراع اللي قبل منه اللي هو الإقدام. الإقدام لأن الفرد هنا بيتذبذب ما بين البدائل، لا عاوز ده ولا عاوز ده، لأن الهدفين كلاهما منفر، يبقى الأولاني كلاهما جذاب، الثاني كلاهما منفر. زي أصحاب الزواج الفاشل، عليهم إن هما يختاروا استمرار الزواج ولا الطلاق. طبعًا هما في مشاكل مع بعض كتير، طيب استمرار الزواج ما هيجيب مشاكل، يبقى الهدف منفر. طب الطلاق؟ اه كده بقى هتحرم من اولادي، مش هعرف اقعد مع اولادي، هضطر ان انا اشوفهم مره كل اسبوع، لان الان كل ده بيسبب برضو اهداف مؤلمه للفرد. اذا انا واقع في حرم الاثنين، ازاي يتذبذب الفرد بقى؟ تلاقيهم مره يقرروا ان هم هيكملوا ومره يقرروا ان هم يتطلقوا. يبقى اذا انا ايه اصعب في الحسم. الصراع الثالث بقى بيبقى هدف واحد جذاب ومنفر في نفس الوقت، حلو ووحش في وقت واحد. زي مثلا الناس اللي بتحب تاكل الشوكولاته علشان طعمها بتحب تاكلها، وعشان خايفه من زياده الوزن ما بتحبش ان هي تاكلها، فتقف بقى متردده اشتريها ولا ما اشتريهاش، لو حد بيعزم عليه اكلها ولا ما اكلهاش. ها لما بيفتكر طعمها بيبقى عاوز ياكلها، ولما ما يفتكر انها تزود وزنه بيبقى مش عاوز ياكل. إذا أنت كده واقف محتار أكلها ولا ما أكلهاش. يبقى كده عندنا 3 أنواع من الصراعات. طب النتائج المترتبة على الإحباط والإحباط والصراع، أي إنسان يعاني من الإحباط والصراع، أي إنسان مش عارف يختار هدفه أو فشل في تحقيق هدفه، يمر بمجموعة من الانفعالات الغير صار، أبرزها القلق والتوتر والغضب. بس خلي بالك مش كل الناس قلقها وتوترها زي بعض، مش كل الناس درجة الغضب عندها زي بعض، لأن ده متوقف على مجموعة من العوامل. 1 نوع العائق، ده بيأثر في النتيجة. 2 الخبرة السابقة. 3 تفسيرك أنت للموقف. 4 طبيعة الدافع. 5 إمكانات إشباع الدافع. يبقى في 5 عوامل بيأثروا على ايه درجة القلق والتوتر والغضب. نبدأ برقم 1 وهو نوع العائق. هو شعورك بالذنب بعد عائق اخلاقي هو نفس شعورك بالذنب بعد عائق اقتصادي؟ يعني لو موظف اخذ رشوة في العمل بتاعه واتضايق وفشعر بالذنب، هيبقى زي شعوره بالذنب لو ما خدش رشوة ونزل يدور على شغل ما لقاش ورجع متضايق؟ طبعا هو في الحالتين متضايق، بس لما بنعمل حاجه عكس اخلاقنا وتربيتنا وتعاليمنا الدينيه بنتضايق اكتر. يبقى انا متضايق ان فريق اتغلب، بس هتضايق اكتر لا قدر الله لو ما جبتش المجموع والكليه اللي انا عاوزها. يبقى هنا مش كل العوائق زي بعض، يبقى مش كل الناس درجه القلق والتوتر عندهم زي بعض.
نمرة اتنين، الخبرة السابقة. أي إنسان ماضي حاجة من الاتنين، يا خبرات فشل يا خبرات نجاح. إذا كان ماضي خبراته كلها فشل، فاعرف إن حاضرك هيبقى قلق وتوتر أكتر. طب وإذا كان ماضي كله خبرات نجاح، يبقى اعرف إن حاضرك ثقة بالنفس أكتر. يبقى ليه الناس في الحاضر عندها قلق وتوتر أو عندها ثقة بالنفس؟ القلق والتوتر بسبب إن الماضي كله فشل، والثقة بالنفس لأن الحاضر لأن الماضي كله نجاح. ثلاثة، تفسيرك أنت للموقف اللي بتمر بيه. هل أنت شايف الموقف ده بالنسبة لك تهديد، ولا أنت شايف الموقف ده بالنسبة لك تقدير؟ تفرق؟ آه تفرق. اللي بيشوف المواقف اللي بيمر بيه على إنها تهديد، كده بتخليه يشعر بالقلق والتوتر أكتر. طب اللي بيشوف الموقف على إنه تقدير للذات، ده يبقى عنده ثقة بالنفس أكتر وأكتر. يبقى المواقف بالنسبة لنا لو شفناها تهديد غير لما نشوفها إنها تقدير. يبقى أنا بحاول أحل أسئلة فغلطت فيها، الأسئلة اللي أنا غلطت فيها دي إذا أنا اعتبرتها تجربة أتعلم منها، يبقى أنا كده شفتها تقدير، بتديني ثقة بالنفس. طب التاني يشوفها ان انا غلطت فيها دلوقتي وهغلط فيها اخر السنه في الامتحان، يبقى يشوفها تهديد. طبعا القلق والتوتر هنا هيختلف. اربعه، طبيعه الدافع. الدوافع في حياتنا اتنين، اما دوافع اساسيه ما نقدرش نستغنى عنها، واما دوافع ثانويه نقدر نستغنى عنها. طب افرض اتحرمت من اشباع دافع اساسي او اتحرمت من اشباع دافع ثانوي، اكيد لازم يسيطر عليك حاله من القلق والتوتر والغضب. بس تفرق بقى، لو كان دافع أساسي واتحرمت منه، القلق والتوتر هيقعد معاك مدة أطول. طب لو كان دافع ثانوي واتحرمت من إشباعه، القلق والتوتر هيقعد معاك مدة قصيرة. يعني أنا بقالي 24 ساعة ما أكلتش، أكيد هتضايق أكتر لو كان بقالي ساعتين اتنين بس ما أكلتش. يبقى اللي بقاله 24 ساعة ما أكلش هيتضايق أكتر، واللي بقاله ساعتين هيتضايق، بس دي إيه؟ خفيف. خمسة، إمكانات إشباع الدافع. كل ما يكون معاك عدة طرق توصلك للهدف اللي أنت عاوزه، كل ما ده يساعدك على التوافق أكتر، على عكس اللي عنده طريقة واحدة بس ما بيقدرش يحقق الهدف بتاعه. زي بالظبط كده لما تكونوا بتلعبوا جيمز، في المحاولة الأولى تلاقيك بقى بتهرج مع زمايلك، طب في المحاولة الثالثة والأخيرة بقى لا مش عاوز حد يتكلم معاك، مركز في اللعبة بتاعتك. طب انت ليه في اول محاولة ما كنتش مركز قوي كده وعمال تهرج؟ لانك عارف ان في محاولتين تانيين غير المحاولة اللي في ايديك. يبقى كل ما يكون معانا طرق اكتر، كل ما يكون معانا وسائل اكتر، كل ما يساعدنا على اشباع الدوافع بتاعتنا بطريقة سوية. يبقى خمس حاجات بيأثروا على نتائج القلق والتوتر الناتج عن الاحباط والصراع. نوع العائق ادي واحد، نمرة اتنين الخبرة السابقة، تلاتة طبيعة الدافع، أربعة تفسيرك للموقف، خمسة إمكانات إشباع الدافع. بس المهم في الآخر إنه إيه؟ قلق، سواء بقى مرتفع أو منخفض، طويل الأمد أو قصير الأمد. طب يعني إيه كلمة قلق؟ حالة من التوتر الشامل المستمر يتوقع فيها الفرد خطرًا واقعيًا أو رمزيًا مصحوبا بأعراض جسمية فسيولوجية انفعالية معرفية. يبقى حالة من التوتر الشامل المستمر. يعني أنت لما أحبطت نتيجة عدم إشباعك الهدف، سيطرك حالة من التوتر، معرفتش تخلص منها، قعدت معاك مدة أطول، فهي تحولت إلى قلق. فكأني بقول لك إن القلق كان في الأصل إيه؟ توتر. واقعيا يعني موجود بالفعل، رمزيا يعني مش موجود وانت بتتصوره او بتتخيله في ذهنك. اذا ظهرت عليك الاعراض الجسميه والانفعاليه والفسيولوجيه والمعرفيه يبقى لا. طب ما ظهرتش الاعراض ده يظل ايه؟ توتر. عشان كده لازم نفرق ما بين القلق والخوف. خوفك من حيوان زي الثعبان كده يهاجمك، ده اسميه خوف. طب لما تخاف من صورته أو تخاف عن قصة، تسمع قصة عنه فتخاف، ده يبقى اسمه كلمة إيه؟ قلق. يبقى الفرق إذا كانت خبرة شعورية مصدرها خارجي، أذى معروفة تبقى خوف،
اما اذا كانت لا شعوريه مصدرها داخلي اسبابها مش معروفه، يبقى ايه قلق، يبقى خوفك من الظلام، قاعد بتذاكر في البيت لوحدك والنور قطع، خوف. لكن لما تتصور بقى ان في حاجه بتتحرك في الصاله، ان في عفريت جاي في الصاله عليك، يبقى ده قلق وليس ايه خوف. يبقى حاجه شعوريه خوف، لا شعوريه قلق، حاجه خارجيه خوف، القلق حاجه داخليه، سببها معروف يبقى خوف، سببها مش معروف يبقى ايه بالنسبه لك قلق. لذلك يرى العلماء ان القلق ده خبره ذاتيه فيها شعور بالخوف، لانك بتتوقع فيها حدوث مصائب، حدوث شر، تشعر فيها بكلة الحيلة، عدم التيقن ان هناك سبب موضوعي لذلك. عارف كده الولاد والبنات اللي كل شوية يقولوا ان احنا تعبانين، ان احنا هنموت قريب، نروح نعمل لهم كده تشخيص كامل يطلعوا زي الفل، ما عندهمش حاجة. امال هم ليه متوقعين كده ان هم هيموتوا، ان هم يحصل لهم حاجة؟ ده قلق بالنسبة لهم. لكن الخوف ان يكون حاجه مصدرها معروف او سببها معروف بالنسبه لك. طيب اذا ظهرت عليك الاعراض يبقى قلق، ما ظهرتش عليك الاعراض قول بقى عليه خوف، قول عليه توتر، قول زي ما تقول. اعراضه جسميه وانفعاليه ومعرفيه. اول الاعراض الجسميه معروفه جدا، ان الناس اللي بتعاني من القلق على طول عندها اسهال، عندها تبول، عندها اضطرابات في المعدة، اضطرابات في ضربات القلب، زيادة في إفراز العرق. ده اللي كده رايح تقدم في شغلانة وقال لك لازم تعمل انترفيو، فقبل ما تخش الانترفيو ظهرت عليك الأعراض دي، عاوز تيجي تروح الحمام، اعرف إن دي أعراض القلق الجسمية الفسيولوجية. طب الأعراض الانفعالية دي بتشعر فيها ببرودة الأطراف، الدم مش قادر يوصل إلى إيديك أو إلى رجليك، وعندك أرق مش عارف تنام، وتعبان من أقل مجهود، ومش عارف تركز على الحاجة اللي أنت بتعملها، يبقى دي أعراض القلق إيه؟ الانفعالية. طيب معرفيًا يعني إدراكيًا أنت بتتوقع حدوث شر، بتتوقع حدوث شيء سيء، عشان كده القلق المعرفي يسبق القلق الجسمي أو القلق إيه؟ الانفعالي. زي بالظبط كده الحرامي لما يكون داخل يسرق شقة، هو متوقع في أي لحظة إن رجل البوليس هيخش عليه، إذا خوفه الآن من رجل الشرطة هو متوقع إنه هيحدث ليه في أي وقت، إذا ده حاجة معرفية، عشان كده لما بيجي يسمع السيرينة بتاعتها بيرتبك ما بيعرفش إيه يفكر. طب ما بالك بقى إن أنت مش حرامي وبتخاف من رجل الشرطة، يبقى ده قلق وليس إيه خوف. يبقى انا داخل على كمين ومعيش الرخص بتاعتي، يعني معيش ورق يثبت ان العربيه دي بتاعتي، لما اظهر الخوف على وجهي امام ضابط الشرطه فدي حاجه طبيعيه، لان عارف ان ورقي مش مظبوط. ما بالك بقى لو ورقك مظبوط وداخل خايف منه، لا ده ما يبقاش خوف بقى، ده يبقى قلق وليس خوف. لذلك يصنف القلق إلى 3 مستويات، قلق منخفض، قلق معتدل، قلق مرتفع. ناخد القلق المنخفض والقلق المرتفع ندخلهم مع بعض في مقارنة، ثم تستنتج أنت لوحدك إيه هو القلق المعتدل. نبدأ بصاحب القلق المنخفض اللي على طول عنده لا مبالاة، عنده شعور بالكسل، عنده إهمال وملوش رغبة في الإنجاز. يبقى صاحب القلق المنخفض تسيطر عليه حالة من اللامبالاة، الكسل، الإهمال، عدم الرغبة في الإنجاز. تلاقي كده في صاحبك اللي دلوقتي في نهاية السنة لك إيه اللي ذاكر ذاكر، اعرف إن ده صاحب قلق إيه منخفض. بينما صاحب القلق المعتدل على وظائفه المعرفية ما بتشتغلش بطريقة كويسة، على طول عنده شعور بعدم الكفاية والعجز وقلة الحيل، فبيقدرش يبت في حسم الأمور بتاعته. دي تلاقيها في الطالب اللي في نهايه السنه وبيحل امتحانات بيشطب كتير، كل ما يختار اجابه يشطب عليها ثم يرجع يختارها مره ثانيه. يبقى عندنا واحد صاحب قلق منخفض، واحد صاحب قلق معتدل. افضلهم بقى هو صاحب القلق المعتدل، لانه قلق دافعي بيدفعك لانك تبذل مجهود، لانه قلق ميسر
بيسهل عليك القدره على اتخاذ القرار، لانه قلق صحي بيساعدك على انك تمارس حياتك بشكل طبيعي. بيبان الكلام ده بقى في مجموعه من العمليات. صاحب القلق المعتدل بيقدر يتعلم، بيقدر يتوافق، بيقدر يحل مشاكله، وبيقدر كمان ان هو يصل الى مرحله الابداع. مع القلق المرتفع مفيش حل مشاكل، مفيش توافق، مفيش تعلم، مفيش ابداع. مع صاحب القلق المنخفض مفيش تعلم، ملوش رغبه، عنده لا مبالاه، مفيش قدره على حل المشكلات ومواجهه المشاكل. الوحيد اللي بيقدر يتغلب على مشاكله هو اللي بيقدر يتحكم في قلقه. يبقى احنا عندنا كده 3 مستويات: قلق منخفض، قلق مرتفع، وقلق معتدل. المنخفض والمرتفع ادائك العقلي فيهم سيء، المعتدل هو قمة الأداء العقلي بالنسبة لك. يبقى في عندنا 3 عقبات بيمنعونا من تحقيق التوافق النفسي الاجتماعي. إيه هما؟ الإحباط، الصراع، القلق. أشكركم على حسن استماعكم. كان معكم محمد السيد، موجه أول علم النفس بالإسماعيلية. إن شاء الله في الحلقة القادمة ناخد مع بعض الموضوع الأخير، هو إزاي بقى نخلص من الإحباط والصراع والقلق. أشوفكم على خير.